جيت طبعا صباحية القصف، فأنا قلت يمكن شبابيك مكسرة يمكن أبواب عادي، لكن ما كنتش متوقع أنه القصف مباشر يعني. فجيت فلقيت طبعا الاستوديو مع عدة المونتاج مع الهاردات اللابتوب الأرشيف الشغل المسلسلات الأطفال الدراما كلها هي تمدمر زي ما انت شايف. يعني شوف صارت الدموع تنهار. ليش؟ لأنه الأمور المادية بترجع، بس الأمور المعنوية والروحية ما بترجعش. فأنت قتلت ذكريات 15 سنة. طب ليش؟ الصاروخ هذا جاي عشان يقتل البسمة، مش عشان يقتل يدمر الحجر. أنا أتحدى يعني، أنا فنان، الفن لغة العالم، الفن لا يحتاج مترجم.